بعد إعلان حظر التجوال في مدينة كركوك وعلى أثرها تم غلق مداخل ومخارج المدينة، إضافة إلى نزول القوات الأمنية العراقية إلى الشوارع من أجل تطبيق هذه القرارات، يعني وأيضا كان هناك بعض القرارات المستجدة من قبل خلية الأزمة، وهي السماح للكوادر الطبية والخدمية وأيضا الكوادر الإعلامية بالحركة، إضافة إلى هناك حركة جزئية للمواطن وهي منذ الساعة 8 صباحا لغاية 11 صباحا من أجل حصول المواطن على غذائه اليومي. زمن فيروس كورونا أفرزت مشاهد جديدة على أهالي المحافظة، وهي أن تكون الشوارع والمحال التجارية مغلقة. كما تشاهدون الآن الشوارع فارغة وأيضا الحركة التجارية منعدمة والمحال التجارية أيضا مغلقة. كل هذه المشاهد هي في زمن فيروس كورونا، لكن هناك أشياء إيجابية حصلت في المحافظة، وهي قيام بعض الأعمال الخيرية وأيضا أعمال تطوعية من قبل بعض الأفراد، وهي تقديم الغذاء للقوات الأمنية وأيضا تقديم السلات الغذائية للعوائل المتعففة التي تضررت من قبل إجراءات حظر التجوال. وجدير بالذكر أن محافظة كركوك سجلت قرابة 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، ولكن 6 من عندهم تماثلوا للشفاء، وبقيت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا. لكن مدير صحة كركوك أعلن في مؤتمر سابق أن هناك 6 حالات مشتبه بها جديدة، لكن ليست مصابة لكن مشتبه بها. إضافة إلى ذلك، كما تعلمون أن محافظة كركوك هي من المحافظات الأولى التي اتخذت إجراءات احترازية ووقائية، وهي كما تعلمون هي تعقيم الشوارع والمحال التجارية وأيضا الأسواق وأيضا أحياء مدينة كركوك من أجل عدم انتشار هذا الفيروس. لكن هنا سؤال، يعني المواطن دائما يقوله، إلى متى تبقى الأوضاع كما هي؟ أم ستكون هناك أحداث جديدة داخل المدينة؟ من كركوك، حيدر الربيعي، قناة اليوم.